دانيال رحمي ونيكولا معوض ووسام حنا يعلقون على حريق الحمرة، والأخير يوجه رسالة شديدة اللهجة. تفاعل نجوم ونجمات الفن اللبناني مع الحريق الذي نشب في منطقة الحمرة والنيران التي التهمت مبنى وعشرات السيارات صباح اليوم. وكان أول المغردين على تطبيق إكس هي الممثلة اللبنانية دانيالا رحمي، إذ نشرت صورة من مكان الحادثة وأرفقتها بتعليق جاء فيه: استيقظت على مشاهد مفجعة في الحمرة، اندلع حريق في قلب بيروت، دعواتكم بالسلامة للجميع وبارك الله في رجال الإطفاء، الله يقويهم. بدوره شارك الممثل اللبناني نيكولا معوض عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر إنستغرام صورة لرجال الدفاع المدني لحظة إنقاذ سكان المبنى، وكتب عليها في اللغة الإنجليزية بما معناه أبطالنا. من جهته كتب الممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا تغريدة عبر حسابه على إكس، قال فيها: مولدات كهربائية منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، أغلبيتها الساحقة لا تملك أدنى مستويات الحماية لمكافحة الحرائق، وهي مواد محددة على شكل بودرة للسيطرة عليها. محاولة إطفاء الحريق بالماء قبل وصول الدفاع المدني وفوج الإطفاء يسبب بانتشاره أكثر. أما الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية فقد شاركت عبر مجلة الجرس على إكس مقطع فيديو من الحمرة وكتبت: مواطنون رموا أنفسهم من المبنى خوفاً من الحريق. يذكر أن منطقة الحمرة تشهد ازدحاماً كبيراً، لا سيما مع نزوح عدد من العائلات إليها جراء الهجوم من قبل العدو الإسرائيلي على لبنان.